صباح الفل يا اخواتي، عاملين ايه؟ بصوا، انا في الفيديو ده عايزين نروق الكلام كده وعايزين نولع الحكايه. انا عايز احكي لكم على حاجه كده، بس كده سريعه كده، عشان قبل ما نخش في اي حاجه. انا يا جدعان تفتيح الباكجات المره اللي فاتت اتفاجأت ان انا جالي كافو، واحنا عمالين نفتح باكات، وكان في لاج حاصل في السيلفر. اللي مشافش الفيديو اللي فات يروح يشوفه، او ما يروحش يشوفه لانه اساسا كان فيديو وحش وكان فيه احباط شديد، ويعني كانت اللعبه كانت ملايجه كده وحاجه اخر زفت. طبعا يعني الشركه مش هنتكلم كتير، يعني احنا عارفين الشركه وعارفين اللعبه اللي بنلعبها ان هي زي الزفت. فالمهم يا جدعان ان انا جالي كافو، فانا بعت ديفيدز، يعني نقلت رانكات كافو لديفيدز، نقلت ديفيدز رانكات ديفيدز الكافو عشان ما تلخبطش كتير كده، ورحت بايع ديفيدز عشان انا الفتره دي بحاول ابيع تشكيلتي كده، وابيع ايه اغلى لعيبه واكتر لعيبه انا ضامن ان هي ممكن ما تتباعش، فاهمين؟ فانا بحاول ابيع لعيبتي كده الفتره دي، وبحاول العب بتشكيله كده ايه مجانيه على بال ما الالتيميت ينزل. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب اعمل الحوارات اللي زي كده، تمام؟ فانا شايف ان وولكر بدا سعره يلعلع، وعارف ان هو سعره هينزل تاني. فانا بشكل عام حابب في الفيديو ده برضو ابيع تشكيلتي، ابيع الرنكات وولكر لحد اللي بيه محترم. يعني انا شايف ان نونو مينديز كويس، فانا هبيعها، هنقل الرنكات ليه، وهنبدل بقى، هنبدل بقى. يلا بينا يلا بينا بقى كده، عشان ايه؟ انا عايز ابيعه، انا عايز ابيعه، برغم ان هو جامد، انا ما عدتش فيه، هو جامد فشخ. وولكر شخص، يعني وولكر جامد قوي يا جدعان بشكل عام يعني. بس انا هبيعه ونبقى نشتريه تاني وقت تاني، عشان ممكن اللعيبه قدام تنزل، اللعيبه ال 112 تنزل اكتر من كده بكتير، يعني اللعيبه ال 112 ممكن تنزل اكتر من كده بكتير. فعشان كده انا ايه، انا خدت الخطوه دي. عايز اجمع فلوس الفتره دي بصراحه، عشان انا كده كده ما شحنتش في اللعبه خالص. ففكره ان انت تبقى معاك موجود فلوس، ده بيبقى حاجه حلوه قوي، يعني بتبقى حاجه حلوه قوي. يلا يا نونو مينديز، اتحط اخويا. عايزين نولع الكلام كده ونودي الكلام في داهيه ان شاء الله كده. يا جدعان اللي مش عامل لافايا يعمل لافايا، واللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك يا جدعان، عشان احنا خلاص جبنا ال 4000 مشترك. فشكرا قوي يا جدعان بجد، شكرا قوي. تعالوا نبيعه ب 91 مليون، مفيش مشاكل، نبيعه ب 91 مليون. اصلا الساعه 9 لما تيجي هلاقي في منه نسخ اتحطت كتير قوي، فانا ابيع دلوقتي احسن بكتير قوي من قدام. نبيع دلوقتي احسن بكتير قوي من قدام، تمام؟ ونبقى هنطور تشكيلتنا قدام قوي ان شاء الله. يعني احنا الفتره دي هنلعب بس بلعبه مجانيه، خدنا 81 مليون، بمعنى 366. بصوا، شايفين مبابي وميسي؟ مبابي وميسي مولعين الحكا يا جدعان، مبابي وميسي مولعين الحكا. طيب ما علينا. نتقل شوية كده، نتقل شوية كده. يلا نونو مينديز عايز يتطور، عايز ياخد له 5 مهارة، وهو في التسارع وفي الإدراك. هو زائد كام؟ وريني كده. هو في الأصل زائد 18، وبيبقى زائد 18 هنا، وبيلعب ال ام، و ال بي بيبقى زائد 18 برضه، و ار دبليو بي. البطاقة دي بتاعت نونو مينديز حلوة أوي يا جدعان، والله حلو قوي. فعشان كده انا هطوره 5 مهارة، لان هو هيقعد معانا حبة، مش هستخسر فيه 5 مليون. اي معزات مهارة مش هستخسر فيها، تمام؟ التشكيلة بتاعتنا فل، 100 فل و10، 100 فل و10. طيب يلا بينا كده نخش نلعب لنا الماتشات بتاعتنا كده ونولع الحكة كده. بس يا رب بس البنج ما دخلت ماتش رانك اهو. كنت عايز ارد كده على شوية اسئلة كده يا رجالة كده، ونحكي في كذا موضوع واحنا بنلعب مع بعض، لان الفيديو فصل اكتر من مرة، فيعني ايه كان لازم العب ماتشاية لان انا معودكم على كده. فاول حاجه كده مبدئيا كده، هل انت تعمل زيي وتبتدي تبيع تشكيلتك؟ دي النصيحه، انا ما انصحش بيها ان انت تبيع تشكيلتك، وفي نفس الوقت ما انصحكش ان انت ما تبيعش تشكيلتك. بس اللي انا يعني حاسه، او اللي انا بعمله انا بقوله، فانت لو حسيت ان انت محتاج تعمله زيي اعمله. انت فاهمني انا ماشي باللعبه ازاي؟ انا ماشي باللعبه بالحب يا باشا، فاهم الفكره؟ ليه؟ لان انا حاسس اللعيبه، مش حاسس، انا متاكد ان اللعيبه ال 112 هتكون اوفر، يعني هتوصل لمرحله ان هي هتكون 3 تسعات، فاللعبه هتضطر ان هي تقلل السعر شويه. فلما تقلل السعر شويه، فاهم، انا اللي هكون مستفيد، لان انا وقتها هقدر ارجع اشتري اللعيبه دي مثلا بسعر 50 مليون، او فليكن يا اخي اقل مثال مثلا 60 مليون او حاجه زي كده، حتى لو هرجع لنفس الاوفر. بس فاهمني، بس اسم استفدت كده بشويه فلوس، او على الاقل خالص مثلا، يعني فاهم، اللعيبه ما قلتش، ما عملتش. انا دينا اهو في انتظار الالتيميت،
اوف مش عارف دي ازاي ضاعت. في انتظار الالتيميت ان انا اشتري اللاعب، يعني فاهم ان انا ايه اشتري لي لاعب تاني بدل ما مثلا هاخد لاعب واحد بس، مثلا يدوني واحد مجاني اقدر اشتري لي واحد تاني اخوه مثلا ولا حاجة. يعني في كل الاحوال انا كسبان، فاهم انا بتكلم في ايه؟ بس هل معنى كده ان انت كمان تكون كسبان زيي؟ لا، انا هقعد فترة طويلة يا باشا ما العبش، يعني هقعد فترة طويلة ما استمتعش مثلا بولكر اللي انا بعته. بس انا ايه، يوم ما بعته اساسا، يوم ما بعته في حد تاني احلى، يعني في حد مش احلى منه ولا حاجة، بس في حد تاني في نفس حلاوته موجود عندي كافو، يعني فاهم عندي كافو فاهم. وحتى لما هبيع كافو انا معايا واحد تاني مكانه فاهم، يأدي نفس وظيفه بس مش قوي. فانت يعني اعمل نفس النظام بحيث ان انت تحافظ على مستواك، على مستواك في اللعبة. لما تيجي تبيع لاعب ما تحطش مكانه خرا، عشان ما تلاقيش نفسك قرفت من اللعبة، واصلا اللعبة بتخليك تعرف منها وانت معاك لعيبة حلوة، فما بالك بقى لما يبقى معاك لعيبة وحشة. والعملية مش ناقصة خالص يا داجلش، ليه كده يا عم داجلش؟ ليه كده يا عم داجلش؟ فانت اساسا العملية مش ناقصة. فيعني الموضوع ده مهم قوي نتكلم فيه. طيب تاني موضوع واهم موضوع يعتبر بالنسبة لي، جدعان انا بطلع لايفات وبتبقى الدنيا حلوة والدنيا تمام وكل حاجة تمام، بس بطلعها لك وانا مخلص شغلي، بطلعها لك وانا مخلص اللي ورايا، او حتى لو مش مخلص اللي ورايا فانا هخلص اللي ورايا بعد اللايف. فانت ما تتفرجش عليا وما تتابعنيش وما تتفرجش على فيديوهاتي وخلص. يا فالفيردي مش عارف فالفيردي ما عداش ليه بس ماشي، ما تتفرجش عليا ما تتابعش فيديوهاتي وما تشوفش الدنيا بتاعتي وما تقعدش في الفيديو وانت مش مخلص اللي وراك ومش مخلص صلواتك يا كبير. لازم تكون مخلص صلواتك ومخلص اللي وراك يا باشا. انا واحد بالليل، يعني انا واحد بالليل بيروح الجيم فاهم، وبخلص شغلي الصبح وبطلع لك اللايف بعدها بقى نقعد مع بعضينا ندرعم نعمل. فانا مخلص حاجات، يعني حتى جزء فيفا بقت جزء من شغلي لان انا عايز اكبر فيها. عشان كده بقول لكم تعالوا الصفحه اللي انتم منفضلها يا رجاله، منفضل ليل اللايفات يا رجاله، تعالوا الصفحه يا رجاله خلص يلا ودي هناك. مفيش ولا راضي يودي ولا راضي يجندل. فالمهم ما علينا، كنت بقول لكم ايه، فيعني استنوا بس احط الرد هنا. فيعني كنت بقول لكم ايه، فكنت بقول لكم ان ده حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم انا في لاك 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 في دور فريم حصل في دور فريم حصل. فانا لما في بيبقى في دور فريم انا بسيب البوت، بسيب البوت يا رب بس ما ي... ما ي... ايه ده، ايه اللاك ده، ايه اللاج ده، اللاج ده، اللاج ده بسبب الجو والله، والله بسبب الجو. ايوه اظبط كده بقى، اظبط ارجع اظبط تاني. فانا بقول لك ان انا ايه بخلص اللي ورايا، انت كمان خلص اللي وراك، انت كمان ما تأثرش فيه، انت كمان لو وراك تدريب روحه، وراك مذاكرة خلصها، وراك حاجة معينة عايز تتعلمها روح اتعلمها. وبعد كده يعني خلي جزء الجيمينج او جزء الالعاب ده هو الجزء اللي انت بتكافئ نفسك بيه، او الجزء الترفيهي اللي بتكافئ نفسك بيه فاهم. فانا الموضوع اتحول معايا لكده، الموضوع اتحول معايا لكده. ومش حابب ان انا مثلا تكون انت ما بتعملش حاجه في يومك وبتتفرج عليا بس، وانا ما انصحكش يعني ما اديكش نصيحه زي دي، يعني اسيبك تفشل مثلا وانا انجح واتطور ومعلش يعني قناتي تكبر تمام، واخد فلوس، واخد فلوس على قفاك يعني فاهم، عارف اللي هو ايه، هاخد فلوس وانت بتتفرج عليا وبتتابعني وبتحب هادي ومش عارف ايه، وهادي استمر وهادي ما تستمرش، حالا نتسكع هدف ابن كلاب. اوف يخرب بيت جمدانك يا مالديني والله العظيم عاش مالديني، لحقنا يا جدعان زمان الواد بيسب. بص يخرب بيت ام اللاج، انا بص لما اللاج حصل رحت رافع الكرة كده بشكل غبي عشان الماتش يخلص عادي. فيعني مختصر الكلام اللي انا عايز اقوله لك ان انا مش حابك، مش حابب اتطور وانت لا، مش حابب اتحسن وانت لا، حبك تتحسن معايا، حبك تتطور معايا، حبك تنجح معايا، حبك تكون مخلص اللي وراك ومعايا فاهمني، كأخ كده معايا وفي ظهري كده وبنعمل حتى فيديوهات عبيطة ملهاش لازمة زي الفيديو ده فاهم، ومع بعضينا كده وأحلى مسا عليك يا هادي، وبنظبط مع بعض كده الدنيا تمام يا رجالة. نقفل على كده ونتقابل تاني بعدين. سلام عليكم.